كم باجين كم العدة ومتى بتطلعين منها؟ قولي لي خلصين بسرعة. خالد ايش عدته؟ اي عدة تحكون عنها؟ شلون يعني على عدة؟ انا خاف مصدومين متخربطين من المشاكل اللي عندهم، كل يوم هوشة كل يوم سجن. تطلقت شلون يعني ما عليها عدة؟ شلون البنت تطلقت حتى الريال ما دخل عليها ما شافها، شلون عليها عدة؟ معقولة؟ ماذا قال شيخ دين؟ ما سألوا أحد؟ السالفة سر بينها وبين أخوها وخواتها اللي يكون بعيونهم وينهم الحين وين كل شيء. بس هم أحسن، خلي طوف الوقت وما يدرون ولا يتعبونهم مشكلة ثانية. صلاح أنت للحين اكتبيها. طبعا يا يما ما لها عدة، أنت مو تقول إن ما شافها ولا شافتها. يما ما شفتها ولا مرة. خلاص عيل ليش بينطرون علشان يتأكدون إذا كانت حامل ولا لا؟ يعني طلعت غبي أنا، طلعت ما أفهم أنا. ولي شو اللي مصبرني أنا؟ شو اللي مصبرني؟ شو اللي مصبرني؟ أنت سالفتك ليه كنت بتتزوج على مرتك وأنا ما أدري؟ أنت مصدق ما أتزوج على حمارة القايلة هذا؟ خلنا نخلص منها الحين، وأنا مفكر فيها. أقول على هالسالفة الحلوة هذه روحي سوي لي شاي. صدق أنا هاوشت على التلفزيون بس بإمكانك تشغلين التلفزيون ربع ساعة. روح سوي شاي يلا. زين روح اسوي لك شاي عاد صدق ما يعمل ما تعطوني وين انتو. اي والله تنحم جابلتني خلاص. ان شاء الله مرتك عندها كنز علي بابا عشان هذيل يسوون وايد هذيل. اي هذا حلم كل مبنيه صدق، واغلب الفاشينيستات ما عندهم اللي عند مرتك. انا عارفه هذا شنو ابيض هذا ذهب اصفر هذا خرابيط يمكن. اعطيني هذا الماس. الماس هذا شيء يعني فلوس الماس وايد فيه. إيه. اكيد الماس هذا اكيد. اعطيني 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 بسرعه اعطيني. قاعد اعطيك ثلجه نسختها ثلجه. اعطيني بس اعطيني خلصيني مفهيه. اعطيني بسرعه بسرعه اعطيني هذاك هذاك بسرعه يلا يبا اعطيني. قاعد اقول لك اعطيني قاعد اعطيك. اعطيني اعطيني هذا اعطيني. تفضل. الله هذا الذهبي هذا الذهب هذا هذا اللي يسوى هذا الذهب الاصفر هذا اللي يسوى. زين اعطيني ماسكه ايش حقي اعطيني اياه اعطيني خصيني وثول هني في تركيها طايحه. ليش تاشي غرفتي؟ غرفتي شو غرفتي؟ نفس الشيء غرفتي يعني بعد نفس الشيء. اي بس وين الخصوصيه؟ بعدين هذه اغراضي مبعثره ليش كذي؟ مو اتفقنا؟ مو انت اقتنعتي ان ناخذهم ونبيعهم ونجيب لك شيء افضل واحسن واجمل وارقى؟ ايش فيك انت؟ ايش فيك الله يهديك؟ زين ممكن اخذ عقد واحد؟ ايش حقك تبين فيه؟ حق عزيمة الليلة أبي أكشخ فيه. تلبسين بس تردينه مرة ثانية. خلاص صافش. شوفي لبسي هذا كشخي فيه قدام البنات. تشخين فيه. فرعوني هذا بعد. بس تردينه ها؟ زين ممكن التراجي. مو أنت اقتنعتي وخلصنا من بيع الأشياء ومن يبيك أحسن منهم هذا تراجي. تفضلي. خالد حبيبي تكفى ممكن السويرة هذه اللي هناك. ما صارت شنو هذا؟ إيه. هذا؟ لا 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 الثانية هذه أمي مرت أمي. هذا؟ إيه؟ هذا مش تلبسه؟ إيه؟ ما شاء الله هذا مال بيبي هذا مش تلبسه؟ الله يرحمها غمد روحها لينا. زين خلاص هونت هونت خالد خلاص غيرت رأيي. يا هال يا هال إحنا يا هال ها؟ إحنا مو اتفقنا وأنت اقتنعتي وخلاص إني أبيع لك إياهم. إيش فيك أنت إيش فيك؟ كل شوي تغيرين رأيك قاعد تلعبين؟ الحمد ودوختنا بالروح السوق وحالتنا حاله عشان نبيع لك ونجيب لك فلوسهم، ايش قاعد تسوين انت؟ انا ترى ما احب المره اللي تبذر، ما احب المره تبذر شغل تبذير وما تبذير، انت باكر انا شلون تربين عيالي باكر؟ شلون تربين عيالي؟ ها عيالي شلون باكر صار عندنا عيال ان شاء الله درزن عيال، شلون تربينهم؟ تشترين الالعاب الذهب والسوالف هذه فيهم؟ نبيش تربين عيالنا نبيش تدرسينهم مو تشترين الدعاديع هذه بس تشترين وبس تشترين 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 تخزنين. ما ادري شلون راح يطلعون عيالي، انا ما ادري شلون راح يطلعون عيالي باكر، هم يطلعون مبذرين نفسهم هم. يلا يلا مشينا 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 يلا. انا مشي يلا. يلا مشينا يلا. يلا مستعدين خلص خلص شغلك يلا مشينا. مشي مشي بسرعه مشي. امشي شو طالعين انت؟ شو طالعين؟ البيت وايد حلو. اكيد وايد حلو، بنتفقر. امشي خلصينا يلا امشي. مني مني مني. شو الفقر هذا؟ يلا امشي امشي خلصي امشي زين. اذا انا بسالك سؤال ليش تاخذ اغراض المره؟ لا والله
حتى اغراض المراه هذا شايفه شايفه تجوريها هذه من زمن علي بابا هذه مخزنه كل شيء شفت الياقوت والالماس اللي سمعنا بالمسلسلات عندها ترى يا ريتني خذيت العقد فضي بس هو قال حق عيالنا خالد خالد شوي خالد ادينا مرة هذه. بي معاكم خالد. صاحب المحل وينه؟ صاحب المحل مو موجود. يعني راح يجي اليوم ولا لا؟ لا لا ما راح يجي اليوم. دق عليه يمكن يجي عمي ما راح يجي اليوم انت ايش فيك مفهي دق عليه قاعد اقول لك ما راح يجي اليوم عمي ايش تبي فيه مو شغلك مو شغلك مو شغلك ما هو لا الله كأنها القلبة حلوة تقبل ناعمة ما عندك ذوق شوفي الأطقم الفخمة شحلاتها اللي تليق بي خالد خالد جوعانة يلا خرد البيت روح ناكل ايه مسك مسك دير باكر دير باكر تعال 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 السلام عليكم سلام شلونك الحمد لله زين هذا وين هذا مال محل هذا هني هذا كبير هذا الشملال اي ها تاجر كبير فلوس محل ثاني ثاني محل في محل ثاني بعد محل هني هذا محل اي محل هذا محل في هذا في ثاني محل ما شاء الله شلونك شنو مجنون انت انا مجنون انتهي مجوهرات الله مجوهر كذب علي انت عمك شملان موجود بالمحل الثاني ها عمك العود الكبير بالمحل الثاني مش عارف مش عارف ها تضحك علي انت ها فهي بسيطه تعال تعال وين بسيطه صفا زين منو شملان ما تلم معك صفا انت مو شملان لا وي وي قدام الناس طقني حبيبتي بتروحون انا عارف انا عارف الريال من هنا دقيقه ما نبي نشوف دقيقه بس دقيقه يا ايمن تخاف دقيقه حبيبتي انت شويه ونخلص ونيجي زين زين فهي زين هذا العقد ممكن اشوفه لو سمحت شنو بتوديني مطعم؟ يجي مطعم صدق صدق سمعي شفتي هذاك اللي لابس قرع قال ويا ساري مال هذاك شوفي تاجر كبير عود عنده فلوس وذهب ذهب هذا اي وش اسوي له؟ شو تسوي له؟ سمعي الكلام بس سمعي الكلام شوفه بعطيك سواره روح تقولي له هذه ببيعها كم سعرها؟ وخذي كرته ابي كرته زين وقولي له عندي ذهب وايد ببيعه وما ابي اخاف يغشوني الناس اوكي؟ خالد الله يخليك خلاص ان شاء الله ان شاء الله انت اكو فرج يلا روح يلا يلا السلام عليكم اخوي سلام شلونك عساك بخير حياك الله اخوي انا عندي ذهب وايد زين وانا خاف الناس تقص علي ولا شيء يعني بس بعرف هذا كم قيمته هي اللي تبيعينه ايه ما في مشكله حاضر عندي شيء وهني محلنا هذا وفي محل ثاني جدا اسم الكريم شمله اي والنعم زين ما عليك امر بس كرتك علشان رحت المحل الثاني يعني يعني يراعوني بالاسعار وكذي يعني يضبطوني تفضل هذا كرتنا ونفس ما قلت عندك المحل هذا وعندك محلي ثاني يعطيك الف عافيه وما قصر الله يسلمك والله ضبطت الفهية خالد صح؟ ايه تصدقين انا غبيه ليش؟ خالد سوى شيء ما ادري مو قادره استوعبه هاي ما وصلتي اكيد قضيتي من اليوم وي ما بموت من اليوع صدق هاي خلي كل من شملش تاكلين ما قلتي لي ما ورحتوا